كيفاش دازت البريباراسيون في هذه الفتره ديال التوقف هذه؟ الحمد لله دازت بوزيتيف. كنا محتاجين الصراحه التوقف في الصالح ديالنا، ومشينا لواحد ستاج اللي واخا ما كانش طويل بزاف، ولكن كنا صراحه كنا محتاجينه، لان ديما تنقولها ملي جيت انا لهنا تنديروا لا بريباراسيون وتنجيريو لي ماتش او ميم طون، ما كانش سهله. ما الحمد لله كما قلت توقف الصالح ديالنا، خدمنا حتى لي ماتش ميكو دازو مزيانين، بدينا تلقاو داك الخدمه تاكتيك اللي تنخدموا عليها بدات تتبان، وتنتمنى ان شاء الله يبقاو في هذا ليسبري وتبان في لي ماتش ديال الشامبيون ان شاء الله. انا شوف تنقولها وتنعاودها، كاين دي ماتش اللي تتربحهم بالجمهور، هذه ما غاديش ما فيهاش مناقشه، فهمتي؟ وسورتو جمهور، انا العام اللي فات هضرت، كنت نهضر ديما على جمهور ديال طنجه ملي كنت في المولوديه، جمهور كبير ويقدر يربحك دي ماتش. صراحه بغينا ان شاء الله نلقاو شي حل، والناس ديال المدينه يلقاو شي حل باش نلعبوا قدام الجمهور ديالنا اللي حنا محتاجينه وتا هو محتاجنا ان شاء الله. وشوف قبل ما نهزموا 3-0 قدام الوداد، راه كنا قراب باش نديو 3 بوان مع التوارقه، ربحنا مع برشيد، كنا قراب لا ديغنيغ مينيت عاوتاني مع وجده، راه كان دابا تقدر تكون عندنا 9 بوان في 3 ماتش. سكي في ديفيت ديال الوداد، ولا عاود شفتي الماتش، سي ما كناش خايبين، فهمتي؟ ولكن مزيان بارفوا تكون هذا الريزولتا باش تتفيقك تفيق اللعابه. كما قلت استغلينا هذه الفتره ديال التوقف اللي عاونتنا بزاف، كنا حنا كاتحاد طنجه كنا محتاجينها، والحمد لله خدمنا لا من الناحيه الذهنيه لا من الناحيه التكتيكيه. نتمنوا ان شاء الله نشوفوها في الماتشات الجايه ان شاء الله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.